شهيد وجريحان بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلى التي حاصرت مخيم العين غرب نابلس واقتحمته من كافه المحاور مما اشعل المواجهات مع المقاومين الذين قاوموا جنود الاحتلال ببساله مما ادى الى اصابه فلسطيني على مداخل المخيم وزاره الصحه الفلسطينيه قالت ان الاحتلال منع سياره الاسعاف من الدخول واكتفى بتحليق لطيرانه الاستطلاعي في اجواء المخيم والمدينه وسط انتشار للقناصه على البنايات المواجهات مع جنود الاحتلال توسعت الى منطقه شارع المريج بمدينه نابلس وانتقلت شرارة الى بلده برقين غربي جنين التي تعرض هي الاخرى لاقتحام واسع ووجه هو الاخر بمقاومه ضاريه من الشبان الفلسطينيين الذين زحفوا باتجاه مستوطنه حومش المقامه على ارض الفلسطينيين في المدينه. مناطق الضفه الغربيه هي الاخرى سجلت حمله اعتقالات واسعه 42 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون تسعة مواطنين من بيت لحم وثمانية من جنين وسبعة من طوباس بينهم الأسير السابق رايق بشارات في ظل تزايد حملة الاعتقالات التي تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري أربعة ألاف اعتقال من جهة ثانية تحاول قوات الاحتلال جرى الفلسطينيين إلى مربع المواجهات من خلال تنفيذ عضو الكنيس السابق المتطرف أيهادا غليك مع عشرات المستوطنين اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بحراسه مشدده من شرطه الاحتلال، مؤدين طقوسا تلموديه في منطقه باب الرحمه. ليس هذا فحسب، فقد اعلنت جماعه الهيكل المزعوم تحضيرها لاستقبال الاف اليهود الذين سيقتحمون الاقصى خلال الايام القادمه وقبيل ذكرى خراب الهيكل المزعوم الذي تستعد جماعته لادخال اكثر من 2000 متطرف للاقصى في اكبر ايام الاقتحامات خلال العام الجاري. ما قد ينذر بشراره تجر لتصعيد مع الفلسطينيين.